نعود إليكم في جزئنا الأخير من حلقتنا الحصرية اليوم مع الفنان عازف العود المبدع الشاعر الأخضر طبيب من ولاية سوق حراس. أستاذ الأخضر، سبق أن استمعنا لكم في أداء رائع للفنان فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، نجاة الصغيرة، وديع الصافي ومن مثلهم من هؤلاء العمالقة. أكيد أن هذه الثقافة الفنية الموسوعية تمخضت عنها سيرة ذاتية مميزة. كيف كانت بدايتكم أولا، وكيف كان مشواركم مع الفن؟ المشوار هو طويل، يعني نحن كنا نتأثر بالعمالقة ونتأثر في الأغاني اللي تكون تتكلم على الوطن وتعيش هو المواطن وأفراحه وأحزانه. وبالتالي أنا عندي محسوب وعندي زميل باسط عبد الكامل، هذا الملك، هذا الرجل الفريد الفنان الراقي الذي يحمل هما كبيرا من أجل هذا الوطن، وخلينا نقولوا هو قدوة لينا. وأنا عملت محاولات في الأغنية الوطنية، نقدر نسمعك مقطع من أغنية الوطنية ومقطع من أغنية هروب. نعم، تفضل تفضل. Thank you.
لتصفو سمانا ونحقق منانا، لتصفو سمانا ونحقق منانا بحق دمائك يا ثائري، بحق دمائك يا ثائري. غني غني للوطن رغم الهم والمحن. إذا نغني للوطن في شهر الاحتفال والاحتفاء بالوطن، ونحن في شهر نوفمبر المجيد الذي يذكرنا باندلاع الثورة التحريرية الكبرى، وها نحن قد أحيينا بدورنا ذكرى مزدوجة بين عملاق الفن موسيقار الأجيال أو ملك العود الفنان فريد الأطرش، وها نحن كذلك نجمع بينه وبين مناسبة ثانية ألا وهي ذكرى الوطن الغالية، ونغني لوطننا الأم الجزائر والوطن الأكبر كما غنى له عبد الوهاب من قبل وتغنى به. الوطن الأكبر هو وطننا العربي الذي يجمعنا جميعا تحت مظلة واحدة. ما الذي يمكن أن يضيفه في اختتام هذه الحلقة الأستاذ الأخضر طبيب؟ أنا لا أريد أن أضيف أمل. نحن نعيش على الأمل، وحنا أمل باللي الوطن سينتصر في النهاية مهما طالبوه ومهما جلدوه، سينتصر الوطن ولا يهزم هذا الوطن. هذه كلمة. إذن انتصار الوطن، يعني أقترح ما سمعته البارحة. الأستاذ الأخضر طبيب شنف أسماعنا بكلمات أو بقصيدة البارحة لو تذكرها عن الوطن، هي في هذا السياق. أنت ذكرتني بالوطن الكبير. نعم. لأن الشعوب العربية تعاني أزمة نضال، وبالتالي أنا تكلمت على معنى الوطن، وسأغني لك مقطع منها أدتها، وهي باللهجة العامية ويفهمها شعوب الوطن العربي كل، هي قريبة للهجة المصرية منها إلى، لأن القضية تهم الوطن العربي. هو المكان ولا الزمان ولا اللي خان، صبح له شان عايش في ظل طمع يذل، عايش في ظل طمع يذل، ولا اللي صان ملوش مكان عزيز وتهان، طمع يدل طمع يدل. الوطن أحلى المعاني، مش ناس تعيش وناس تعاني، ناس تحب ناس تطيب وناس بتكبر وناس بتصغر، وانت اللي وحدك يا وطني الكبير. أمشي أمشي تبكي عيني ويا رمشي، القدس منا رايحة تمشي، القدس منا رايحة تمشي. الوطن أحلى المعاني، مش ناس تعيش وناس تعاني، مش الحدود اللي وضعته ولا القضية اللي انتو بعتوا، ولا الدولار ولا الدولار اللي ابتلعتوا. هذا مقطع من هذه القضية بشكل، إن هذه من كلمات ومن ألحان الأستاذ الأخضر طبيب. نعم. ألف شكر لك على قبولك هذه الدعوة، ونرحب بك وبنفسي أيضا لأنني لا أقيم بتبسة، نرحب بك في مدينة تبسة، مدينة الخبرات. حصل لنا الشرف والتعاون معك شرف، ومع قناتكم شرف، وبارك الله فيكم. على أمل لقاء جديد إن شاء الله. أمين.
نترككم على أمل جديد، نتمنى لوطننا العربي كل الأمل وكل التقدم والازدهار والرقي، وهذه أيضا نهديها لإخواننا وأشقائنا في مصر بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير. وتحية مني إليكم، أنا محمد فاروق طولبية، مدير موقع ومؤسسة قناتكم، على لقائكم في حلقات مقبلة إن شاء الله، وفي ملتقيات وتظاهرات ثقافية تجمعنا دائما فيها قناة. نقول وش معنى وطن؟ وش معنى وطن؟ هو المكان ولا الزمان؟ وش معنى وطن؟ هو المكان ولا الزمان؟ ولا اللي خان صباح له شان، عايش في ظلك طامع يذلك، ولا اللي صان ملوش مكان، عزيز وتهان وطامع يدلك. الوطن أحلى المعاني، مش نستعيش ونستعاني، ونستحط ونستطير، ونسبي تكبر ونسبي تصغر، وانت اللي وحدك يا وطني الكبير. الوطن أحلى المعاني، مش الحدود اللي وضعته، ولا القضية اللي انتو بعتو، ولا الدولار اللي ابتلعتو. الوطن أحلى المعاني، مش نستعيش ونستعان. أمشي أمشي تبكي عيني ويا رمشي، القدس منا رايحة تمشي. الوطن أحلى المعاني، مش الحصار اللي صنعته، ولا الشعب اللي جوعته، ولا الكلام اللي منعته. الوطن أحلى المعاني، مش نستعيش ونستعان. الطفل جايع يشكي وجايع، الطفل جايع يشكي وجايع، وانت اللي شاري وانت اللي بايع، يا بختي مايل يا عمري ضايع.